إنه إسلام سليماني صاحب 27 عاما والذي تحدى الجميع في وقت قياسي واستطاع أن يسجل أرقاما أكدت قوة اللاعب المحلي الجزائري. فمن عين البنيان وشبيبة شراكة كانت بداية إسلام مرورا بأحد أقوى الفرق الجزائرية شباب الوزداد بعدما حمل ألوان نادي العاصم قرابة 5 أعوام كبيرة. تألقه مع أبناء العقيبة جعله يخطف الأنظار ليشد الرحال إلى الدوري البرتغالي وإلى أحد الفرق العريقة هناك سبورتينغ لشبونة. إسلام أصبح مدلل جماهير النادي البرتغالي بأهدافه الجميلة والحاسمة حتى في أعرق المسابقات تشامبيونز ليج. طموح إسلام جعله يتألق مع منتخب بلاده بعدما شد الأنظار في مونديال البرازيل ردا على منتقديه بطريقته الخاصة، وكان له الفضل أيضا في تأهل الجزائر إلى الدور الثاني بعد هدف حاسم في مرمى الروس. عدد سليماني التهديفي لم يتوقف، فثنائيته في مرمى تنزانيا رفعت رصيده الى 18 هدفا مع الخضر، وجعلته يعادل رقم رفيق صيفي كسادس هداف في تاريخ المنتخب الجزائري، ليتصدر عناوين مختلف الصحف البرتغالية التي اشادت كثيرا بمهاجم سبورتينغ. هذا التألق وهذه الجدية والصرامة في العمل مكنته لأن يكون قدوة ومثلا يحتذى به الجيل الجديد.